اهلا بكم مشاهدينا في هذا الموعد الاخباري من قناه 22 اثار محام هيئه دفاع الصحفي المعتقل مصطفى مع تجاوزات عده وانتهاكات لاجراءات وحقوق الصحفي وذلك خلال محاكمته امس رفقه الباحث رؤوف الرح بالمحكمه الجنائيه بقسنطينه واكد مصطفى بن جامع انه تعرض لسوء المعامله والتعذيب خلال فتره احتجازه لدى الشرطه في مقر فرقه البحث التابعه لدارك الحطاب في عنابه علما أن الدارك ألقى القبض عليه يوم الثامن من فبراير الماضي بمقر عمله وتم توقيفه في إطار التحقيق بخروج الناشطة السياسية أميرة بوراوي من التراب الوطني واحتجز بن جامع لمدة عشرة أيام في مقر قسم أبحاث دارك الحطاب خلال هذه الفترة تم استجوابه في قضية أميرة بوراوي وفي قضية أخرى فتحت بعد استغلال بيانات هاتفه الذكي وصرح بن جمع بانه وخلال توقيفه تحت النظر اخبرهم بانه لن يفتح لهم هاتفه وكانوا سته اشخاص وضعوه على ركبته واستخدموا مفك البراغي لفتح معصمه من اجل استخدام بصمه اصبعه لفتح هاتفه الذكي وفي اليوم الموالي اعادوا وطلبوا منه كلمه المرور. وقال مصطفى بن جامع خلال المحاكمة أمام قاضي محكمة قسطنطينة أنه عندما سأله الأخير عما إذا كان لديه أي ملاحظات بشأن اعتقاله قال أنه تعرض لضغوط كبيرة خلال الاستجوابات التي استمرت حتى الرابعة صباحا أحيانا ويواصل الصحفي سرد ما عاشه خلال فترة توقيفه تحت النظر أكد أنه وقع على تصريحات ليست له وأنه تم تحريف كل أقواله قال الناشط السياسي والدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت لبرنامج بكل حرية أمس في جوابه حول سؤال يتعلق بمبادرة تعزيز التلاحم وتأمين المستقبل التي أطلقها عبد القادر بن جرينا قال أن ما هي إلا شطحة كرنفالية من صنع المخابرات وأضاف زيتوت أن بن جرينا ومن معه لا يستطيعون رفض طلب للنظام لأن لديهم ملفات فساد أخلاقي ومالي تجعلهم لعبة في يد النظام وهؤلاء أنت تقول مبادرة منهم هؤلاء لا يمتلكون مبادرة تعنيهم شخصيا في أمورهم الخاصة أحيانا يجب أن يطلب من عند سي فلان فلان إذا هذه تمشي ولا ما تمشيش هؤلاء ليسوا أكثر من جالوجوزات يحركونهم متى شاءوا كيفما شاءوا شوف عندما تظل مع هذه العصابات هذه الفترة الطويلة كلها هما ما كانش إيديولوجيا اليوم في الجزائر ما كانش مثلا تروح لسوريا تقدر تلقى بشار يتحدث على حزب البعث قبل صدام ايضا كان يتحدث على حزب البعث قذافي كان يتحدث على الامميه الدوليه وعلى ملك ملوك افريقيا يعني في شيء خطاب ايديولوجي ولو كاذب ولو هزلي ولو لكن كاين شيء الجزائر ما فيش وبالتالي ماذا يجمع هؤلاء؟ يجمعهم النهب وكيف تسيرهم المخابرات تسيرهم بملفات الفساد الاخلاقي والفساد المالي في موضوع اخر اعلن رئيس جنوب افريقيا سرير رامافوزا اليوم ان مجموعة او مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا قررت رسميا دعوة كل من الارجنتين ومصر واثيوبيا وايران والسعودية والامارات لتصبح دولا كاملة العضوية في المجموعة. ورغم التحركات المتتالية ودفع مبلغ ضخم بلغ مليار دولار ونصف الى البنك التابع لمجموعة البريكس ورغم الزيارات الى الصين وروسيا التي قام بها تبول لاستجداء الدعم وطلب العضويه في البريكس الا ان مساعيه باءت بالفشل. الاخير لطالما سعى مؤخرا من خلال زيارته الى الصين وروسيا لاستجداء الدعم وطلب العضويه في البريكس. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates to become full members of BRICS the membership will take effect from the 1st of January 2024 أكدت وسائل إعلام روسية وأخرى موالية لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة مقتل رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين مع مساعدين له كانوا على متن الطائرة التي تحطمت مساء أمس قرب موسكو، وتحطمت الطائرة الخاصة شمال العاصمة الروسية بعيد إقلاعها باتجاه سان بيترسبورغ، وحسب مصادر روسية فإن بريغوجين عاد للتو من رحلة لإفريقيا، وكان قد ظهر قبل يوم في مقطع مصور حاملا بندقية في الصحراء. واكدت مصادر رسميه روسيه بينها هيئه الطيران المدني ان بريغوجين بين الاشخاص العشره الذين كانوا على متن الطائره ولم ينجو منهم احد ادى وقال شهود عيان كانوا قريبين من المنطقه التي سقطت فيها الطائره انهم سمعوا ذو انفجارين في السماء قبل رؤيتهم للطائره وهي تهوي Так поснимай. Вон крылья вот эти. Это крылья, думаешь? Вон там движок. Ты думаешь, второй тоже мертвый? На один весь разорванный, а второй тоже? في السياق توالت ردود الفعل الدوليه بعد الاخبار القادمه من روسيا عن مقتل قائد مجموعه فاغنر ايفغيني بريغوجين بعد تحطم طائرته بمنطقه أو بمنطقة بشمال غربي موسكو جاءت الردود بالخصوص من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد أنه ليس متفاجئاً باحتمال مقتله فيما تحدثت باريس عن شكوك منطقية حول ظروف تحطم الطائرة وقال بايدن ليست كثير الأمور التي تحصل في روسيا ولا يكون بوتين وراءها مشدداً على عدم امتلاكه في الوقت الراهن معلومات كافية لمعرفة الجواب. الى فرنسا وبعد مقتل طفل يبلغ من العمر عشر سنوات مساء الاثنين في مدينه نيم جنوب شرق البلاد واصابه شخص بالغ بجروح خطيره في اطلاق نار على سياره كانوا على متنها قتل ليله امس الاربعاء شاب يبلغ من العمر عشر عاما بالرصاص بنفس المدينه ونفس الحي المعروف بانه مسرح يرتع فيه مروجو المخدرات. وكان الضحيه معروفا لدى الشرطه لا سيما بتهمه تهريب المخدرات، الشاب اصيب بطلق ناري في بطنه وتوفي متاثرا بجراحه بعد ساعه، وقال المدعي العام ان الوقائع جرت لتصفيه حسابات بين العصابات. قتل خمسه اشخاص واصيب عده اخرون بجروح في اطلاق نار ليله امس داخل حانه في مقاطعه اورنج بولايه كاليفورنيا الامريكيه في حين اكدت الشرطه مقتل مطلق الرصاص وقالت ان سته اشخاص نقلوا الى المستشفى بعد عمليه اطلاق النار التي قام بها ضابط متقاعد ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن مصادر قولها أن مطلق النار كان يستهدف زوجته السابقة هذا وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعاني من الانتشار الكبير للأسلحة النارية وسهولة حصول المواطنين عليها ويزيد عدد الأسلحة الفردية في البلاد على عدد المواطنين فشخص من كل ثلاثة أشخاص يملك سلاحا ناريا ويعيش, و... ويعيش خمسين بالمئة من البالغين في منزل يوجد فيه سلاح بالولايات المتحدة الأمريكية دخلت الهند التاريخ امس عندما هبطت مركبتها الفضائيه تشاندرايان ثلاثه بنجاح على القطب الجنوبي للقمر الذي يعتقد انه مصدر محتمل للمياه والاكسجين، وذلك بعد ايام من فشل مهمه روسيه مماثله، واطلقت وكاله الفضاء الهنديه الصاروخ في الرابع عشر من جويليا من محطه الفضاء الرئيسيه في البلاد بولايه اندرا برادش، وتبلغ كلفه المهمه الهنديه هذه 74.6 مليون دولار على ما حس او حسب ما وسائل الاعلام المحليه وهي اقل بكثير مقارنه مع مهمات دول اخرى ويفيد خبراء في القطاع ان الهند تنجح في ابقاء الكلفه متدنيه من خلال نسخ التكنولوجيا الفضائيه المتوفره وتكييفها لاغراضها الخاصه بفضل وفره المهندسين المؤهلين الذين يتلقون اجرا اقل بكثير من زملائهم الاجانب. वर्टिकल डिस द लैंडर मॉड्यूल होवरिंग एट नियरली वन फिफ्टी मीटर्स अबाउना सर्फिस जी हाँ आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड फेस के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है